أسامة أحمد شعبان، رئيس لجنة شباب الوفد محافظة الفيوم. شايف المعسكر المسلك إيه؟ المعسكر كويس جدا، في محاضرات ممتازة، في محاضرات كويسة فادتنا احنا كشباب لمحافظة الفيوم وفادت الشباب كلها. كان في محاضرات خاصة برفع الوعي بالأمن القومي المصري والتهديدات اللي بتهدد الدولة المصرية كان في محاضرات تانية خاصة بالتغيرات المناخية واللي برضو بتهدد الدولة المصرية. كان في محاضرات مع قيادات الحزب خاصة بالرؤية القادمة للشباب ورؤية الحزب الفترة القادمة في الاستعداد للمجالس المحلية والاستحقاقات الانتخابية اللي جاية إن شاء الله. المعسكر كويس جدا، كان في عملية تدريب وتأهيل للشباب بدرجة كبيرة جدا، يمكن دي هتكون بداية انطلاقة إن شاء الله للشباب إن شاء الله الوفد في كل مكان إن شاء الله. شايف إيه في المعسكر مش موجود بتحب قيادات الوفد تكون حريصة عليه؟ لا، هو المعسكر يعني كان ما شاء الله كويس جدا يعني، واحنا بس كنا محتاجين ان احنا يكون في تدريب اكتر على الاستعداد للمجالس المحليه، يكون في ركن خاص بتاهيل الشباب او ازاي الشباب يكون مستعد انه يكون جاهز للانتخابات المحليه ويعرف ايه دوره في المجالس المحليه وازاي يدير حمله انتخابيه وازاي يكون عضو مجلس محلي في المحافظه بتاعته. طبعا المعسكر كان مميز جدا، وانا يعني باسم كل شباب الفيوم بنشكر مع المستشار بقى وشاور رئيس الحزب وكل اللجنه المنظمه، الاستاذ محمد فؤاد، الاستاذ جمال شحاته، الاستاذ دكتور طارق توامي، كل اللجنه المنظمه بصراحه كان حاجه ممتازه جدا يعني.